ونتبادل الرؤى ونتبادل الذكريات الجميلة. طبعا برحب بصديق العزيز الكابتن جلال بوزرارة، طبعا المذيع اللامع، وبصحبته الأصدقاء الكبار الأساتذة بدر الدين الإدريسي وخالد ياسين، وتحية خاصة طبعا للنجم الكبير جدا وحارس المرمى العملاق بادو الزاكي. مساء الأنوار عليكم جميعا. شكرا. مساء النور كابتن مدحت، مساء النور لضيوفك الكرام والكبار بطبيعة الحال، نجوم كرة القدم المصرية مجدي عبد الغني وجمال عبد الحميد. لازم احنا ما نخبيش ولا حاجة على الجمهور حبيبي مدحت، احنا لما نكون في الاستوديو يعني بيفور الكاونت داون كنكون دائما، خصوصا انا وخالد وبدر الدين بنغني كلتوميات. الان عملنا كلتوميات عبر الساتلايت مع الاستوديو ديالكم، يعني انتم تبداوا واحنا نكمل الاغنية. احنا قلنا ايه بقى الاغنية، فاكرها؟ لسه فاكر ولا قلنا ايه؟ لسه فاكر، قلبي يديلك امان. ما تفكرنيش، ما خلاص. ولا فاكر؟ لسه فاكر، قلبي يديلك امان. ومليت. ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر يا كابتن مجدي؟ ده كان زمان. دي بداية طربية يعني جميلة. يعني البرامج الرياضية في ام بي سي نفس الطقوس. ايوه طبعا. وبعدين نتكلم كورة. احنا كورة اتكلمنا كتير. يلا يا زميلي، يا زميلي مدحت، تفضل. ترجل واثق الخطى. يا سلام، ايه الجمال ده؟ ترجل واثق الخطى يمشي ملكا. ايه الجمال ده؟ لا ما خلي بالك، ايوه اصدقائنا في المغرب اللغه العربيه عندهم ما شاء الله، ما شاء الله، حاجه عاليه جدا. طيب انا عايز ابتدي. انا عايز ابتدي. ظالم الحسن يا مدحت يمشي ملكا. ظالم الحسن، تخيل معي، ظالم الحسن، الحسن فيه ظلم طبعا، لانه الحسن زياده ما احناش قادرين عليه. زي جمالك كده. ايوه جمالك انت كابتن مدحت مع جمال عبد الحميد. كابتن مدحت، خلينا من كاس افريقيا وكره القدم، خلينا في نفس الموضوع. خلينا على واحده ونص. طيب عايز اسالكم سؤال فني. اسالكم سؤال فني. جم ملعبك. جم في ملعبنا وفي ملعبك انت كمان وكمالك. احنا طبعا عارفين انه ملعبكم احمد رامي. لا انتوا كمان عشاق الفن ده. هم عشاق الفن طبعا. وبعدين انا ما رحت المغرب هناك وزرنا اصدقائنا. اقوى حفلات لام كلثوم وعبد الحليم حافظ كانت في المغرب. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. اقوى حفلات واكثر سميعه لام كلثوم وعبد الحليم حافظ كانت طبعا. خلينا اسالك سؤال، لو قلت لي بيت واحد، خلي بالك لما توفت ام كلثوم كان اللي بيعشقها كان احمد رامي الله يرحمه يعني، فكتب قصيده من حوالي 18 بيت. لو قلت لي بيت واحد هبعت لك على حسابك $1000، اي واحد من الاربعه، بس محدش يمسك الموبايل. محدش يمسك الموبايل. أنا أقول لا 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 لا، سمعت صوتا هادئا. لا 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 مش لا لا من الغيب. لا يا حبيبي، ده كلام ده في الغيب زمان. لا لا شوف، أنا أقول لك بيتين أو في الغيب.